بسبب قصة هذا الصحابي أيقنت أن العبرة دائما في الخواتيم. أبو هريرة يسأل الصحابة: من منكم يخبرني برجل من أهل الجنة ولم يصلي لله قط؟ فقال أحد الصحابة: أنا أعرفه يا ابن صخر، إنه الأصيلم بن عبد الأشهل. الأصيلم هذا دعوه للإسلام كثير لكنه لم يسلم، وأسلم جميع قومه بما فيهم سيدهم سعد بن معاذ رضوان الله عليهم جميعا. وقبيل معركة أحد شاء الله عز وجل أن يسلم الأصيلم، ونطق الشهادتين ولحق بالمسلمين، وقاتل مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه قتال الأسود. وفي نهاية المعركة كل قبيلة تبحث عن الشهداء والجرحى منهم، فوجدوا الأصيلم هذا فاستغربوا وظنوا أنه كافر ولم يعلموا بإسلامه، فسألوه: هل خرجت حدبا على قومك، يعني حمية على قومك؟ فأجابهم: بل رغبة في الإسلام. فنطق الشهادتين فاستشهد رضي الله عنه، وقال عنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إنه من أهل الجنة. الله أكبر. فتريثوا دائما ولا تستعجلون في الحكم على الناس.